بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين لصفحتنا فاير فايتنج أكاديمي على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، نرحب بكم ونقدم لكم إن شاء الله تعالى دورة خاصة عن الهيدرانت، حنفية الحريق. هذه الدورة مقدمة كما ذكرت لكم من صفحة فاير فايتنج أكاديمي التي أنشئت لغرض مهم، وهو إيصال العلم النافع عن طريق المراجع المعتمدة إلى المهندسين، لحتى نخرج من صفة التبعية والتقليد من دون أي مرجعية أو أساس علمي. تعتبر صفحة فاير فايتنج أكاديمي صفحة شقيقة ومنبثقة عن صفحة إتشفاك أكاديمي، وهي أيضا موجودة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والتي أنشئت لنفس الغرض، وهو إيصال العلم النافع بالطرق المعتمدة والمراجع المعتمدة. فاير هيدرانت أند هوز، إذا هو عنوان الكورس فاير هيدرانت أند هوز، حنفية الحريق والخرطوم. As per NFPA 124-291-220 and AWWA Manual M17، هذه المراجع التي سوف نعتمد عليها في الكلام عن الهيدرانت، دورة في أنظمة مكافحة الحريق خاصة بالكلام عن حنفية الحريق أي فاير هيدرانت as per NFPA. وتجاوزا سوف نعتمد على الكود بمعلومات إضافية، هو AWWA Manual M17. يقدم لكم هذه الدورة المهندس رياض فاضل النجار. هذه الدورة مخصصة للكلام عن حنفية الحريق وحتى محبس العزل فقط، ليس لدينا لن نتكلم عن المواسير الحريق وطرق توصيلها، لن نتكلم عن التروست بلوك وما أشبه ذلك، فقط الهيدرانت، هذه الوصلة بين الهيدرانت ومحبس العزل ومحبس العزل. الجلسة الأولى من المحاضرات. إذن الفاير هيدرانت، ما هو الفاير هيدرانت؟ هو عبارة عن أداة تحتوي على مخرج أو عدة مخارج مزودة بمحبس، تقوم هذه المحابس بتزويد الماء بكمية معينة وضغط معين، يتم توصيل هذه المخارج بخراطيم بطول معين تستخدم من أجل مكافحة الحريق. إذن الهيدرانت هو جسم يتصل عبر بمواسير، هذه المواسير تحتوي على ماء، عند فتح المحبس يتم خروج الماء من الفوهات على اليمين ويسار الجسم الهيدرانت، وتتصل بهوز خرطوم بطول معين من أجل مكافحة الحريق أو الوصول إلى المبنى المراد إطفاء الحريق أو إيصال الخدمة إليه. وهذه صورة توضيحية، نقوم بجسم الهيدرانت، نفتح هنا في رأس الجسم يوجد المفتاح لفتح المحبس، نتيجة ذلك يخرج الماء ويتم اتصاله بالهوز الخرطوم حتى نصل إلى المكان المراد إطفاء الحريق فيه. فاير هيدرانت يوجد عدة أنواع، منها دراي بارل هيدرانت، هو الجسم الجاف وتستخدم في الأماكن التي يوجد فيها صقيع. الفلو هيدرانت هو الذي يتدفق منه الماء عند فتحه. البرايفت فاير هيدرانت هو الذي يتبع لمبنى معين أو ملكية خاصة ولا يوجد في الأماكن العامة. البابليك هيدرانت هو الموجود في الأماكن العامة عكس البرايفت. الريزيدوال هيدرانت هو الهيدرانت الذي تجري عليه القياسات وأخذ البيانات عند إجراء الاختبار. الويت باريل هيدرانت هو الهيدرانت الرطب والذي يحتوي على الماء بصورة دائمة. هذه رسمة توضيحية توضح لنا الفرق بين الويت والدراي. الدراي نلاحظ أنه جاف، الجسم الهيدرانت جاف لا يحتوي على ماء، بينما الويت يحتوي على ماء، وعلى ذلك فإن الدراي يجب أن يزود بمحبس صرف للتخلص من الماء بعد انتهاء الحريق. نلاحظ هنا هذه رسمة توضيحية للدراي هيدرانت، يتألف من الأمور التالية: البونيت هو الغطاء، والبامبر نوزل، والنوزل سكشن هذا قسم النوزل، الفلانج واللور باريل، والمين فالف هذا المحبس الأساسي، والذي عن طريق فتحه وإغلاقه يتم التحكم بتدفق الماء إلى داخل الجسم الهيدرانت. ولدينا الدرين، وهنا لدينا نوعين من الهيدرانت، درين من نتكلم عنه لاحقا، ولدينا أخيرا
الشهي وقاعدة الهايدرنت. اللوكيشن، يجب تركيب حنفية الحديقة على طول طرق الوصول لعربات الحريق وفي الشوارع العامة المجاورة. للاستعمال الأمثل لحنفية الحديقة يجب أن تكون بحيث تصل إليها فرق الدفاع المدني بيسر، وإلا فلا فائدة منها إذا كانت محجوبة أو كانت ضمن سور، فلا فائدة من الوصول إليها، يجب الوصول إليها بسهولة. إن وضع حنفيات الحريق من دون اعتبار وجود مدخل أو منفذ يجعل من الصعب التعامل معها واستعمالها، وهذا أمر واضح ومنطقي. لذلك يطلب الكود عدم وجود أي عوائق حول حنفية الحريق أو أي أجهزة حماية أخرى، يعني سواء حنفية الحريق أو سواء صناديق الحريق أو أي طفاية الحريق يجب أن تكون خالية من العوائق حولها. إذن ونعود إلى مسألة الهايدرانت، يطلب وجود مسافة 0.91 متر، يعني أقل من متر، مسافة صافية خالية من العوائق. طبعا هذه حسب الكود واحد، بينما نجد حسب الكود 24 يطلب وجود 1.2 متر أزود بقليل وحوالي 1 قلم زيادة. يجب ألا تبتعد حنفية الحريق بمسافة تزيد عن 12 متر من المبنى الذي تحميه إلا في حالة التعذر، فيتم استشارة الجهة المختصة. إذن هذه نقطة جديدة، المسافة بين المبنى المراد حمايته أو المبنى الذي تتبع له الهايدرانت يجب ألا يزيد عن 12 متر إلا في حالة عدم إمكانية التركيب، فيتم استشارة الجهة المختصة. وطبعا يجب وضع لوحات تبين مكان الهايدرانت من أجل تسهيل الوصول لعربات الدفاع المدني. هذا مثال صورة توضيحية توضح كيف أن الهايدرانت معاق بالأشجار ولا يمكن الوصول إليه، وهذه حالة لا يسمح بها. أيضا يستحسن تركيب حماية لحنفية الحريق بتركيب أعمدة بولارد على مسافة لا تقل عن 1.2، وذلك في حال احتمالية تعرضها للخطر. عند تركيب حنفية الحريق على الطريق يجب أن تكون ضمن حدود 1.8 متر من الرصيف. إذا حد الرصيف ضمن حدود 1.8 متر، هنا يتم تركيب حنفية الحريق. وهذا مثال عن البولارد الذي يتم حول تركيبه حول الهايدرن. طبعا ذلك بغض النظر عن البعد الموجود في الصورة، ولكن هو للرسم التوضيحي فقط أو صورة توضيحية فقط، بينما يجب أن تكون المسافة الصافية 1.2 متر. طبعا هذا الكلام حسب الكود NFPA 24، وذكرنا أنه حسب الكود واحد فإن المسافة 0.91، فالأمر فيه سعة. لدينا نقطة أخرى هنا، عند استعمال حنفية حريق جدارية يستحسن استشارة الجهة المختصة لنعرف كيف يتم إمداد الماء إليها، كيف يتم تركيب المحابس في نقاط الإمداد وغير ذلك من الترتيبات. وهذا مثال، طبعا هنا يأتي الماء وهنا هذا المحبس العزل وهنا مخارج الهايدرانت. نتابع أيضا في اللوكيشن، في حالة عدم وجود من حنفية حريق عمومية أو أنها موجودة ولكن على مسافة تزيد عن 75 متر يجب تركيب حنفية حريق خاصة. إذن هذه فقط قاعدة عامة، متى يتم تركيب حنفية حريق خاصة؟ في حالة عدم وجود حنفية عامة أو أنها موجودة ولكن على مسافة تزيد عن 75 متر يتم تركيب حنفية حريق خاصة تتمع للمبنى المراد حمايته. ملاحظة أخرى، الحنفية الخاصة تكون باللون الأحمر تمييزا لها عن الحنفية العامة، ويستحسن وجود علامة في الحنفية الخاصة من جهة المالك عند تركيبها، يعني هذه الحنفية تتبع إلى هذا المبنى، وهذا اللون الأحمر وهو البرايفت هايدرنت. نقطة أخرى، هناك علاقة ارتباط بين حنفية الحريق ووصلة الدفاع المدني، وهي أنه يجب أن لا تبتعد وصلة الدفاع المدني عن أقرب حنفية حريق بمسافة تزيد عن 30 متر ونص، طبعا مع رجوع للجهة المختصة في تحديد الأماكن من أجل سهولة الوصول. Number of fire hydrant، العدد المطلوب يجب حسب العدد المطلوب من fire hydrant يتم حسب تحديده حسب جدول A3 طبعا، وسوف يتم الكلام بالتفصيل عن هذه الأمور ربما في الحلقات القادمة. الديستريبيوشن كذلك المسافة كما كذلك من الجدول E3، وهذا الجدول E3 نجد فيه عدة أمور: الفاير فلو ريكويرمنت متطلبات التدفق، العدد المطلوب، المسافة بين الهايدرانت، والمسافة القصوى من الهايدرانت تو من ال from any point on street or road to hydrant. سوف كما ذكرت لكم سوف يتم الكلام عن هذا الجدول بشيء من التفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى.
تعالى، هناك عدة أمور تؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع الهايدرنت، عند معرفة كمية التدفق يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، هو التدفق المطلوب، التعرض، استطاعات أو قدرات قسم الدفاع المدني، التوصيات الجهات المختصة أو الحكم القضائي أو الموجود أو التوصيات الموجودة، مصادر المياه البديلة، والأنظمة أو استطاعة أو قدرة أنظمة توزيع المياه الموجودة. ننتقل إلى نقطة جديدة وهي تصنيف حنفيات الحريق. يتم تصنيف حنفيات الحريق وفقا لاستطاعاتهم المقدرة، يعني التدفق الذي يتم تزويده، وذلك عند ضغط متبقي 1.24 PSI أو أي قسم قيم تصميمية أخرى وفقا لما يلي. لدينا أربع تصنيفات: كلاس AA، كلاس A، كلاس B، كلاس C. كلاس AA التدفق يكون أكثر 1500 GBM or greater، كلاس A من 1000 حتى 1499 GBM، كلاس B من 500-999 GBM، وكلاس C أقل من 500 GBM. طبعا يتم تصنيف هذه، يتم توضيح هذه التصنيفات بألوان وفقا لهذه الكلام: كلاس AA هو light blue، كلاس A green، وكلاس B orange، وكلاس C red paint. ويتم طلاء قمة الحنفية ومخارج التوصيل كما في هذه الرسمة التوضيحية، هنا البلو، هنا الجرين، هنا الأورانج، هنا الريد. الحنفيات العامة هذه كتوصيات أخرى تابعة للون، يكون الجسم من اللون الأصفر الكرومي، إذا كان في الليل يتم طلاؤه بلون عاكس الإضاءة. الحنفيات بتقدير أقل من 1.4 يستحسن يطبع عليها الضغط المقدر باللون الأسود. يعني ما هو تصنيفها تبع لأي ضغط، يجب أن يتم توضيح هذه الأمور، ويستحسن طباعة الاستطاعة على الحنفيات على قمة الحنفية، وذلك لتوضيح الأمور. في حال توقف أحد الحنفيات عن العمل، نضع إشارة أو لوحة تبين أن هذه الفاير هايدرنت out of surface أو أنها تحت الصيانة أو ما شبه ذلك من الأمور. هنا لدينا شيء توضيحي عن توزيع أو استطاعات أو طول الخراطيم في أماكن التخزين: open yard storage أو tie yard protection، log yard protection. هذه الكلام تابع للكود 1. الكلام النقطة الأولى: for basic fire protection the hydrant system should be capable of supplying not less than 4.5 inch hose stream simultaneously 1000 GBM while maintaining a positive residual pressure in the fire protection hydrant system of not less than 20 psi. إذا هنا يجب أن يكون الهيدرون قادر على تزويد 1000 GBM بشكل متواصل عن طريق مخارج 65 ملم دون أن ينخفض الضغط تحت 20 psi. وهنا نقطة أخرى تتعلق بالتوزيع، يجب أن يكون التوزيع بحيث نستطيع الوصول إلى كافة المنطقة بسهولة ويسر دون حدوث أي مشاكل، من أجل for early extinguishment الإطفاء المبكر للتعامل مع الحريق. وهذه كلها should be، وهذا أمر يعني should في الكود معنى يستحسن وليس بمعنى الإيجاب، بمعنى الاستحسان. should be إذن بمعنى الاستحسان، يستحسن كتوصية. السبب هنا اتفقنا أنه يجب التوزيع بصورة يتم إطفاء الحريق بسرعة ويسر، لهذا السبب فلا يتزيد تباعد الهيدرنت عن 76 متر كلا على حدة مع وجود هوز بطول 60 متر. هنا اتفقنا على وجود هوز بطول 60 متر، هنا وجود صندوق خاص بهذا الهوز مع احتوائه على كافة الأجهزة الأخرى المساعدة التي تستخدم في عمليات تشغيل الهايدرنت. ونكون هنا قد انتهينا من هذه الحلقة، نرجو منكم إبداء ملاحظاتكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.